لكن حسبك أن علمك بأن الله معك، فإن لم تكن تراه لأنك في الدنيا ولن ترى رب العزة والجلال، فحسبك أن تكتفي بملء قلبك أن الله يراك. عندما يأتي الشيطان مزينا لأحدنا شيئا من الخطأ والتقصير، إن كان في عبادة أو في ترك واجب أو في التعدي على حرام، وإن كنا في الوظائف والأعمال بالتقصير والتفريط أو ما يتعلق بما هو أعظم، إلى خيانة، إلى غش، إلى تزوير، إلى شيء مما قد يستزيد به الشيطان بعض النفوس الضعيفة، وفي لحظات ضعف قد ينحني بعضنا لتلك الوساوس ويستجيب لتلك الخطرات. صدقوني والله الذي لا إله إلا هو، ليست كاميرات المراقبة ولا مسؤول المتابعة ولا المدير الشديد ولا الإدارة الحازمة، والله لن تكون أقوى ولا أعظم ردعا في نزعك وإيقافك عن الانجراف إلى تلك المهاوي والانحدار في تلك الخنادق، ليس شيء أعظم من استشعارك أن الله فوق رأسك وأنه مطلع عليك، فتقول حاشا لله وتكف عن الحرام. وإذا بك تنصرف في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، أحدهم ببر والديه، والثاني بعفته عن الحرام، والثالث بأداء الأمانة إلى أجيره الذي استعمله. قال الذي عف عن الحرام: اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم ذات جمال، وهي أحب ما تكون إلى قلبي، ولقد راودتها عن نفسها فامتنعت، حتى إذا كانت سنة وأصابتها حاجة أقبلت تقترض، فأخبرها بالمراودة، لن يعطيها المال حتى تمكنه من نفسها، فاستجابت للحاجة. يقول: حتى إذا قعدت بين رجليها كما يفعل الرجل بزوجته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال: قمت عنها وانصرفت وتركت لها المال، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم. بالله عليكم، هذا الذي ما كان بينه وبين الوقوع في الحرام إلا خطوة، بل هو لما وصل إلى الخطوة الأخيرة كان الرجوع عن الحرام أصعب ما يكون وكان أشد ما يكون. بالله أي قوة امتلكها حتى يكف عن الحرام في آخر خطوة ويرجع عنه في آخر لحظة؟ والله ليس شيء أعظم ولا أقوى من هذا الدواء، استشعار أن الله معك وأن الله مراقبك وأنه فوقك مطلع سميع بصير. إحياء هذا المعنى أيها الإخوة الكرام في نفوسنا، وتربية الناشئة عليها تحت أيدينا، أزواجنا، أولادنا، من في بيوتنا القريب والبعيد، من شأنه والله أن يبث الصلاح والإصلاح في أنفسنا، في بيوتنا، في وظائفنا، في أعمالنا.